الله أكبر. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. ويؤتك الذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. المثاني للإعلام القرآني أسرة لخدمة القرآن.